فاسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. يعني كم ده مظبوط، هو كما قالت: كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم خرج به. العجيب كانت جنازته النعش كان خفيفا جدا، ما رأى الصحابة نعشا في خفة نعش سعد ابن معاذ، وكانوا يتعجبون أن سعد كان رجلا بدينا، كان رجلا طويلا وكان رجلا بدينا، فطبعا يتوقع أن النعش أن يكون ثقيلا، لكن الصحابة وجدوا خفة ظاهرة جدا في النعش، أمر استلفت انتباههم، استلفت أنظارهم. فقالوا: يا رسول الله، ما حملنا ميتا أخف علينا من سعد. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم من أن يخف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا؟ الراوي يقول: سمى عدة كثيرة لم أحفظها، لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم. شيخ الألباني رحمه الله صحح إسناد هذا الحديث، فهذا حديث صحيح، الملائكة شاركت في حمل جنازة سعد بن معاذ، فكان خفيفا جدا على الصحابة، رغم أن رجل كان طويلا وكان بدينا ويتوقع أن يكون النعش ثقيلا، لكن كان في غاية الخفة، وما حمل الصحابة نعشا أخف من نعشه، أخف من نعشه رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. جاء أيضا في حديث آخر في صحيح الجامع، جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. ضمة القبر لم ينجو منها أحد حتى سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، لقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. نحن نتكلم عن صحابي جليل، الله جل وعلا فرح بمقدمه عليه واهتز لذلك عرشه جل جلاله، شهده 70,000 من الملائكة، شارك الملائكة في حمله مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عرشه خفيفا جدا يعني عليهم، وما حملوا نعشا أخف من نعله، يعني أخف من نعشه، واهتزاز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ مما تواتر به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره. هذا هو سعد ابن معاذ، بطل هذا المشهد الذي سوف نحكيه لحضراتكم بعد قليل إن شاء الله. من صفات سعد أنه كان شديد الغيرة، ومن خبره يعني عندما نزلت آية الملاعنة، عندما تنزل قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فتعجب سعد، يعني هل إذا رأى أحدنا مع أهله رجلا يفجر بها، ينتظر حد ما يدور برا، يبحث عن 4 شهود، ما يكون رأي القضاء ربه وانصرف، على ما نرجع تكون القصة انتهت، مش يحصلوا، وإن قتله قتلتموه، وإن سكت سكت على غيظ وعلى نار تحرقه أحشاءه. ثم قال: والله يا رسول الله، لئن لقيته لأضربنه بالسيف غير مصفح.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ أتعجبون من غيرة سعد؟ لا تعجبوا من غيرتي هذه، فأنا أغير منه والله أغير منا. إسلامه كان على يد مصعب ابن عمير رضي الله عنه، أول سفير في الإسلام إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تعجب أن بطل القصة ده مات سنه 37 سنة، مات سنه 37 سنة، صاحب المشاهد العظيمة هذه الذي اهتز لموته عرش الرحمن فرحا بلقائه، مات سنه 37 سنة وعمره في الإسلام بضع سنين، عمره في الإسلام بضع سنوات. نعم، وله مآثر كثيرة جدا جدا، يعني قد لا يسعنا في مقامنا هذا أن نستقصيها، لكن نأتي إلى الطرف الثاني من القصة، إلى أمية ابن خلف. وكما قلنا في بداية الحديث: السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. لقد كان أمية بن خلف من أشقى الناس، وكان من أشدهم على الرحمن عتيا، وهو الذي كان يعذب بلال ابن رباح في مكة حتى اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأعتقه لما رأى حجم المعاناة والمكابدة والعذاب الشديد. كان يقيده كما تعلمون، ويخرج به في رمضاء مكة ويسيبه من الظهر إلى قريب من مغيب الشمس، مرمي مقيد ومرمي والحجارة على صدره هكذا حتى تكفر بمحمد، ويجيله أخي النار: أما تزال على رأيك؟ أما أنا لك أن تؤمن باللات والعزة؟ فيقول: أحد أحد. شقي شقي في بطن أمه لم تسبق له من الله الحسنى، ومات يوم مات كافرا بالله العظيم. تعالوا شوف قصته مع الصحابي الجليل سعد ابن معاذ، لأنها قصة مليانة بالعبر ومليانة بالعظات، وما أحوجنا إلى أن نقرأ السيرة قراءة تدبر لنستلهمها قبسا من نور لكي نستضيء به في مسيرتنا المعاصرة. في أوائل مقدم رسول الله إلى المدينة، وكما هو المعهود، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد أصحابه، نعم، وكان يرعاهم، فتوجه راكبا على حمار مردفا حبه أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. اللهم اهدنا يا رب يا رب سواء السبيل. النبي عليه الصلاة والسلام شأنه دائم تعهد أصحابه والقيام على شؤونهم، لم يغفل عن أحد منهم صلوات ربي وسلامه عليه. إنه كما قال ربي جل جلاله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما أرأفه وما أرحمه صلوات ربي وسلامه عليه. كان بين سعد بن معاذ وأمية بن خلف صداقة من أيام الجاهلية، فكان أمية مكي يعيش في مكة، وسعد بن معاذ مدني يعيش في المدينة، وبينهما صداقة. إذا نزل سعد بن معاذ إلى مكة ينزل ضيفا على صديقه أمية بن خلف. إذا جاء أمية بن خلف إلى المدينة وفي طريقه إلى الشام ينزل ضيف على سعد بن معاذ. في يوم سيدنا سعد ذهب إلى مكة، ثم نزل على ضيفا على صديقه أمية بن خلف، فقال له: يا أبا صفوان، شوف لي ساعة كده
أنزل أطوف بالبيت. شوف لي وقت يعني تكون الدنيا هادية، مش عايز يستفز شعور المشركين في مكة. ما هو عندهم بينهم وبين أهل المدينة ثأر. أهل المدينة استقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام وآووا ونصروه، وأهل مكة مستفزين طبعا ومش عاجبهم الكلام ده، ففي مشكلة. فقالوا شوف لي ساعة كده الدنيا هادية والجو رايق وانزل أطوف بالبيت. قال له طيب. اختار له ساعة الظهيرة وقت شدة الحر، الناس هي كلها قائلة في بيوتها. ثم خرج به فطاف بالبيت، لكن لقدر الله عز وجل كان أبو جهل موجود في هذه اللحظات. يعني شاف واحد غريب يعني، فقال ألا أرى رجلا هنا يطوف بالكعبة آمنا؟ من هذا الذي يطوف بالكعبة آمنا في هذه الساعة؟ سيدنا سعد سيد في قومه، ما ينفعش واحد ندهله يخبي نفسه ولا يلبس نقاب ولا يستخبى. قال له أيوة أنا سعد بن معاذ. قال له أنتم الذين آويتم محمدا ونصرتموه؟ قال له نعم فعلنا. يعني فقال لولا أنك في ضيافة أبي صفوان أمية ابن خلف لنالك مني ما يسوءك. أنا كنت أوريك وربيك لولا أن أنت ضيف على أمية بن خلف. قال له كده والله لو فعلتها معي لأفعلنها معك بالمدينة. هتنكد علي هنا هنكد عليك هناك، ما أنت ليك طريق إلى الشام عبر المدينة، فبتمر بالمدينة، لتعملوا معايا هنا سوف تجزى به في المدينة. فأخذوا يتصايحوا، لكن أمية بن خلف ما وقفش الموقف القبلي الأصيل، المفروض هو يدافع عن ضيفه. فقال له لا ترفع صوتك على سيد الوادي، انت ما انتش عارف مين ده. فطبعا كان يتوقع أن ينصره، أنا ضيفك وفي جوارك. المهم وكل ما يتكلموا يدفع في وقفه وقال له لا ترفع صوتك على سيد هذا الوادي. فدافع بيدي وقال يا دعنا عنك يا أبا صفوان، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. اديها له في وشه. فقال ما يكذب محمد إذا حدث، هل قال لك يقتلونني في مكة ولا فين؟ قالوا مش عارف لا أدري، إنه قال إنهم قاتلوك. فاضطربت أوصاله وعاد إلى بيته، لقي زوجته فقال هل سمعتي ما قاله لي أخي اليثربي؟ إنه يقول إن محمدا يقول إنهم قاتلي. قال أما يدعنا محمد؟ إن محمدا لا يكذب إذا حدث، هل قال لك أين سيقتلونك؟ قال لا سألت قال لي ما أعرفش. قال لا طيب من النهاردة قرار، لن أغادر مكة بعد اليوم، أنا هنا مزروع. وهو التهديد اللي يقتله فين؟ الأنصار اللي في المدينة، خلاص أنا مش طالع من هنا. لكن يعني وكان أمر الله قدرا مقدورا، في أقل من سنة دارت أحداث غزوة بدر، وجابوا جهل دماغ طبعا دماغ كبير، وجد ان أمية مبلط مش عايز يخرج. قال له لا ده انت اذا لم تخرج ولا واحد يخرج، ده انت يعني سيد الناس والناس جميعا تبع لك، اذا خرجت فلن يخرج. قال له ما انت عارف القصة، ما انت عارف الحكاية. قال له بسيط، امشي معانا يومين اتنين بس، شجع الناس وارجع، وانت حد مش لازم تكمل المشوار. طبعا
طبعا ابو جهل عارف ان مستحيل يمشي شويه ويرجع تكبر في دماغه. ده نوع من انواع الدهاء والتخطيط حتى دلاه بغرور. فظل يضغط عليه، قال طيب على كل حال لأشترين أجود بعير في مكة، هشوف لي إيه جمل مية مية يعني، حس إن حصل طارق أول واحد يكت، وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزالي طيب دخل يوم صفوان جاهزين، قلت له على فين؟ قال لا روح مع الناس. قلت له هل نسيت ما قاله لك أخوك اليثربين؟ قال لا ما أنا مش أكمل المشوار، بس أمشي كده شوية أحمس الناس وأشجعهم وبعدين إيه أرجع. أبو جهل متأكد إن هو لو قطعوه حتت مستحيل يطلع ويمشي معاهم وبعدين يرجع، ده تقطيعه بالسيوف أسهل عليه من أن يرجع بعد أن مضى مع الناس شوطا. جهزوا له الناقة، أحسن ناقة كانت موجودة اللي هي يعني صاروخ يعني، ثم خرج مع الناس وزناب يربطها جنبيه حيث تبقى هي جاهزة للتحرك للانطلاق عند أول طارق يطرأ له. لكن طبعا مشت الدنيا وما قدرش يرجع، طبعا نفسه كبرت عليه وكمل المشوار وراح المدينة وشهد المعركة ورأى بعينه مصرع المشركين أمام عينيه. وبعدين شاء الله عز وجل أن يلمحه بلال، قال آه عدو الله أمية بن خلف لا نجوت، يا معشر الأنصار عدو الله أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. واستصرخ عليه الأنصار، وكان بينه تعاقد بينه وبين عبد الرحمن ابن عوف، فحاول أن يحميه وأن يمنعه حتى قال أبرك فبرك ثم نام عليه، لكنه استطاع أن يصل إليه من تحت بدنه، إن هو نام عليه يعني علشان يمنعه، لكنه مضى فيه قدر الله عز وجل ونفذ فيه القدر المحتوم. المشهد ده مليان دروس وملان عبر وعظات، تعالوا بنا نتأملها. أول حاجة، أنتم مش ملاحظين إن في صداقة بين أمية ابن خلف وبين سعد بن معاذ؟ ده بينزل على ده بينزل على ده وده بينزل على ده، يعني ما فيش مانع إسلاميا أن تنشأ علاقات إنسانية بين الناس. نحن في مجتمعنا هذا تنشأ علاقات يعني تجارية واقتصادية وعلاقة جوار وزمالة ومشاركة في بيزنس وكذا. لقد كان سعد بن معاذ ينزل على أمية بن خلف في مكة، وأمية ينزل على سعد في المدينة، بل أكثر من كده في رواية البخاري في الصحيحة كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شبه وكالة، فهو مسؤول عن مصالحه في مكة وده مسؤول عن مصالحه في المدينة، يحفظ صاغيتي في مكة أحفظ صاغيته في المدينة. الصاغية ما يميل إليه الرجل، يعني خاصته ومن يميلون إليه، يعني بلغتنا يقوم أمية بن خلف على مصالح عبد الرحمن بن عوف في مكة، نعم، ويقوم عبد الرحمن بن عوف على مصالح أمية بن خلف في المدينة، في تبادل يعني مصالح قائم، في وكالة موجودة ومنافع مشتركة ومتبادلة، ده ننتفع به ونستفيد منه. ونحن نقرأ هذا ونرى من خلاله صورة العلاقات بيننا وبين غير المسلمين في واقعنا المعاصر. العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة إنسانية، يعني تجمعهم صلات إنسانية ومشتركات حياتية مشتركة، لأن اللحمة الدينية لا تحول أهل الإسلام إلى جزيرة منعزلة أو جيب مغلق داخل المجتمع الكبير، بالعكس الخلطة، لأن الخلطة هي سبيلنا إلى الوصول إلى الناس وإسماعهم كلمات الله عز وجل.
ده بالعكس كان المشركون حريصين على أن تتقوقع الجماعة المسلمة وأن تحاصر الدعوة. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولما عبد الله بن أبي بن سلول سمع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس جلس فيه مع بعض المشركين واليهود، النبي عليه الصلاة والسلام جاء ووقف عليهم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل، قال له: يا هذا لا أحسن مما تقول إن كان حقا، خلي بالك بص، إن كان حقا، لكن لا تغشنا به في مجالسنا، لا تؤذنا به في مجالسنا، اقعد في بيتك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. يقعد في البيت ويعمل يفتح هنا دار النبوة، عايز إسلام يجي. لا، النبي مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الناس وفي المواسم الحج: من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالة ربي؟ فيتعرض القبائل والمواسم وفي مجامع الناس ليعرض عليهم رسالة الله عز وجل. والمجتمع الإسلامي قائم على الوصول إلى الناس، الخلطة. والنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس اللي كان فيه عبد الله بن أبي ابن سلول ده حصلت فيه مشكلة. النبي مر وهو راكب حمار، والمدينة أرضها سبخة، فلما مر الحمار بالقوم حوافره أثارت غبارا، فعبد الله بن أبي تأفف وغطى مناخيره، يعني ثم قال: لقد آذاني ريح حمارك، لا تغبر علينا. اللي تأدب طبعا واللي تحيا، ومش ده منطق العرب هم يتعاملوا مع القادم. فأحد الصحابة غضب وقال له: إن ريح حمار رسول الله أطيب ريحا منك، إن ريح حمار رسول الله أطيب من ريحك. ثم قال: يا رسول الله، يعني بلئتنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك. ثم حدث نوع من أنواع يعني التواثب والتصايح حتى تضاربوا بالأيدي وبالأرجل وبالنعال. النبي صلى الله عليه وسلم ظل هادئا يسكنهم ويخفضهم حتى هدأوا وسكنوا، ثم غدرهم وانصرف. المجلس كان فيه مين؟ مسلمين ويهود ومشركين. وحتى بعد ما حصل اللي حصل الله، النبي لم ينهاهم عن مثل هذه المجالس إلا لحظة الباطل. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني الأصل المجلس مش ممنوع، بس لحظة الإيه؟ الخوض في آيات الله ولحظة قلة الحياة. إنما بعد كده، لأني لا سبيل إلى تبليغ الدعوة وتوصيل القول إلى الناس إلا من خلال الخلطة والمعايشة. تلمح في هذا المشهد الدهاء الذي جبل عليه أبو جهل. المبطلون مش أغبياء، عندهم إمكانات وملكات لكنها توظف في الباطل. أبو جهل يعلم أن أمية ابن خلف يستحيل يخرج مع الناس ويفكر يرجع، هتبقى مسبة وعار، فكيف يزكي حميته؟ نفخ في كير كبره: أنت سيد الناس، إذا جلست لم يخرج أحد، إحنا في مشكلة، لن يتم هذا الأمر إلا إذا خرجت يا أبا صفوان. طب وبعدين؟ ده أنا عندي مشكلة وإنت عارفها، إن محمدا لا يكذب إذا حدث وقد قال إنهم قاتلوك. قالوا: يا سيدي بلاش، ما تكملش، امشي معاه شوية وارجع، بس مشي الناس شوية. لكن ألا يستلفت نظرك هنا إن المشركين يصدقون محمدا في خبره كله
إلا عندما يخبر عن الله عز وجل. لا يكذب محمد إذا حدث إن قال إنهم قاتلوك وهم قاتلوك، لكن إذا قال إني رسول الله إليكم يعني لا دي ما تمشيش. طب كيف فرقت بين هذا وذاك؟ الذي صدقته في خبر أنهم قاتلوك هو نفس الذي قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فكيف قبلت بهذه ورفضت تلك؟ فليؤكد معنى قول الله سبحانه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الكفار ما فيش فيه تكذيب بالقلوب، إن فعلا معتقدين ومقتنعين أن محمد ليس بصادق. لا قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، ده بالألسنة فقط، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. حتى فرعون وهو بيقول أنا ربكم الأعلى كان عارف إن هو دجال وابن كلب، كان يعرف هذا تماما. والدليل على هذا إن الله جل وعلا على لسان موسى يقول قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت عارف، الله يحكيها على لسان النبي، لقد علمت، أنت متأكد العلم عن الأمر القطعي اليقين الذي لا تخالجه ريبة، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا يعني فالذي نخلص ليه من خلال دراسة السيرة عامة وهذه القصة خاصة أننا لا نقرأ السيرة على أنها مجرد قصة أو حكاية. ما مضت أيام الإسلام، ما مضت أيام النبوة ولا مشاهد السيرة لكي تكون مجرد حكايات نسمر بذكرها أو قصص نتسلى بإيرادها على مسامع الناس. ما مضت إلا لكي يكون فيها عبرة وأسوة لكل من يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشارق والمغارب. أسأل الله جل وعلا أن ينير بصائرنا وأن يزكي نفوسنا وأن يطهر قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.